الناس وايد يطق على الناس عندنا لا وين نقابة الصيادلة هي جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي المطالب بحقه، وبنفس الوقت يعني فزعت كلها الصيادلة، فتشوف كمية الأدوية والتبرعات اللي تجينا كأدوية، بنفس الوقت هي خدمة شعبنا وأبناء شعبنا والقوات الأمنية أيضا. فزعت الصيادلة كليتهم في تبرعات، تشوف حالات شوية صعبة ما تلحق حتى تروح للمستشفيات، فصار تبرعات على الشغلات الأرجنت الضرورية اللي يحتاجها المريض، أو بنفس الوقت نحاول قدر الإمكان نسعفه قبل لا يوصل إلى سيارة الإسعاف، وبالتالي قبل لا يوصل للمستشفى. أكثر شيء الحالات اللي تجينا هي حالات اختناق، الحالات الثانية حالات يعني إصابات بسبب القنابل المسيلة، الدموع نبات تصير بالرجل بالوجه، شظايا يجون مشظين ما أعرف السبب شنو صراحة، يجيك يعني مشظة، وده نحاول قدر الإمكان إسعاف اللي نقدر عليه. من تجيك حالة هي مجرد الرهبة إنه الناس عليك بحد ذاتها هي يعني تخلي المقابل يخاف بالزايد. هي اوكي حالات الاختناق ده نحاول نسيطر عليها، بس اكو حالات ده تصير جوه ما نقدر نلحق عليها، يعني بنفس الوقت هاي مو مفرزه واحده، هاي صار عباره عن مفرزه كبيره تشمل مجموعه مفارز الداخل، منهم حتى طلاب صيدله، وما ننسى فضل اكيد الاطباء واطباء الاسنان وحتى الطلاب صراحه، يعني اذا نشوف هسه عدد كبير من الطلاب اللي بعدهم حتى ما متخرجين من الكليه نشوفهم بالمقدمه، يعني ما شاء الله عليهم، يعني هذا فخر لنا كصيادله وكاطباء اطباء اسنان ومجموعه طبيه قاطبه، ما اريد استثني منهم احد اكيد. اكثر احتياجاتنا تصير يعني اللي يصير عليها استهلاك بشكل مستمر، يعني هو الفنتولين المحلول، البخاخات، نيوبيلايزر، يصير عندنا الكمامات بشكل كلش كبير، النورمال سلاين، يعني المغذيه، المحاليل المغذيه بنفس الوقت، المسكنات مال الام، الشاشات مال حروق، لانه تدري انت اول ما يصاب لو انتي بايوتيك كريم لو انالجيسيك بالمكان مالته. احنا نقابه الصيادله مدعومه من النقابه، واحنا متطوعين مجموعه من الصيادله نقدم الخدمات للمتظاهرين، واحنا ندعمهم بقضيتهم ونقدم اللي هو الموجود، وطبعا مثل ما تشوفون احنا نجهز المفارز اللي متقدمه اللي على الجسر اللي على المنتشره وين ما هي موجوده، واحنا وياهم بقضيتهم وان شاء الله منصورين. قاعد تجينا اكثر شيء اختناق، ومرات يعني اكو عالم يعني هي لازمه الدخانيه او مسيل الدموع بايدها، فتصير عندهم حروق كل شديده، بس هي اكثر شيء احنا قاعد يجينا الاختناق، قاعد يختنقون من عنده. احنا قاعد نحكي احنا هنا كاخطر الحالات اللي دا اشوفها، بس احنا قاعد حالات قاعد تتحول للمستشفى، يعني دا يموت، يعني احنا قاعد نفقد شباب، دا نفقد الطاقه الشبابيه. والله احنا اريد بس ينسمع صوت المتظاهرين، لانه هاي حاله انسانيه، لانه هذا الشعب طلع، احنا ويا الشعب. اي واحنا همنا احنا النقابه صح احنا دورنا انساني، بس احنا دا نريد انه نكون متظاهرين وياهم. احنا كنقابه الصيادله هنا كافه الصيادله يعني دورهم تطوعي لخدمه المتظاهرين، ونقدم اللي يعني قدر المستطاع بانه نخدم هاي العالم، الحالات اللي تجينا، الاختناقات البسيطه، الجروح البسيطه، واللي الجروح العميقه او الخطره تحول الى المفارز الطبيه الموجودة بها أطباء ومسعفين ذات خبرة أحسن. والدور الأساسي لهاي المفرزة الموجودة هي إسناد لبقية المفارز، تجهيزهم بالأدوية والمستلزمات الطبية اللي تشمل الكمامات بكافة أنواعها، البلاستر، اللفاف، الشاش، وإضافة إلى أدوية اللي يسموها الحالات الإسعاف الأول الضرورية. والله الاحتياجات يعني الحمد لله والشكر العالم جاي تتبرع، وتقريبا موفره زين ومكفين وموفين زين، وبس نحتاج دعاء العالم بانه المتظاهرين ان شاء الله رب العالمين يحفظهم ويبعد عنهم كل سوء ان شاء الله. احنا اليوم جينا نمثل نقابتنا، نقابه المحاسبين والمدققين العراقيين، اسنادا لاخواننا المتظاهرين، نحاول نساعد بقدر المستطاع على قد امكانيتنا، نجيب طعام وغداء، طعام وماء وشراب، نوزع، نحاول نعالج حالات الاختناق،
ونساعد ويا المفوزه الطبيه ويانا نساعد المتظاهرين. ما هو مطلبكم الاساسي؟ مكافحه الفساد الذي استشهر في دوائر الدوله وتوفير المخصصات المحاسبيه للمحاسبين، تعيين المحاسبين في اختصاصهم المعين وليس في اختصاصهم المحدد، وليس جلب من غير اقسام وجعلهم محاسبين في دوائر الدوله. مستمرين واحنا ويا الشعب، احنا شريحه من الشعب العراقي وشريحه عريقه قبل المجتمع، مستمرين وياهم احد ما توفر المطالب. حبيبي انور. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا حضراتكم، شكرا لكل القنوات اللي تساهم بهذا النشر. حقيقه هذه الخيمه اللي يعني قام بها اتحاد صناعات العراقي كونه من الاتحادات اللي يمثل الصناعيين المظلومين خلال 16 سنه من التوقف على العمل للمشاريع الصناعيه، فحضورنا كان حقيقه منذ سنوات احنا نطالب بحقوق الصناعيين ونطالب بتشغيل المعامل حتى نخلص من البطاله الموجوده. وهذه الخيمة هي طبعا بها مساعدات من جميع الصناعيين وغير الصناعيين لأخوتنا المتظاهرين بما يحتاجون من أدوية، من معدات، من ملابس، وأيضا راح يكون إسعاف طبي هنا إن شاء الله من بكرة، وعندنا ناس راح تشارك بهذه من أطباء وممرضين ومستعدين لتقديم وجمع المساعدات العينية لجميع ما يحتاجه أخواننا المتظاهرين وإحنا معهم. أبرز مطالبنا حقيقة هي جزء كبير من الحل هو تشغيل القطاع الصناعي الخاص. حقيقة أهم مطلب هو تشغيل المعامل المتوقفة من خلال 16 سنة، لأنه غياب السياسة الاقتصادية حقيقية لتشغيل القطاع الخاص، بل بالعكس انفتاح الحدود على مصراعيها عطلت معاملنا ووقفت تشغيل المعامل وبالنتيجة عطلت العمال. فهذا الاتحاد الصناعات يشمل 54 ألف مشروع صناعي، يعني شغل بأبسط شكل 1.5 مليون عامل مع اولادهم مع يعيلوا حدود 6.5 مليون، ولكن لم يكن هناك التفات لهؤلاء الصناعيين بتشغيل المعامل، وبالنتيجه كان ما ظهرت العالم بهذا العدد الاعداد الكبيره لو كان اكو فرص عمل حقيقه متوفره. فاحنا هذا مطلبنا، انه كان ولا يزال ولا اكو حل للدوله ما لم تشغل القطاع الخاص الصناعي العراقي وتدعمه بكل ما اوتي من تفعيل قوانين داعمه للمنتج الوطني وتفعيل القروض اللي هي تدعم المنتج وشغل المعامل، وبالنتيجه راح تخلق فرص عمل كبيره وتخفف من كاهل الدوله باستيعاب الموظفين اللي هو عباره عن بطاله مقنعه. حقيقه احنا هنا حتى نحشد كل الصناعيين وكل اصحاب الطلب المواطنين الشرفاء اللي تفاجئنا بهمتهم وتفانيهم، ونريد نقدم لهم شيء فنتفاجئ بانه هم اللي يريدون يقدمونا على عازتهم على حاجتهم. هم ناس متبرعين متطوعين، واحنا حقيقه هاي الاجيال العظيمه اللي دا نشوف انجازها خجلونا بعطائهم، وهم ان شاء الله بيهم الامل، واحنا نبحث عن فرص عمل لهم حقيقيه. الفرص الحقيقيه اللي ما منحها مجلس الوزراء لا بحزمة الإصلاح الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، نتاجات هزيلة لاجتماعات بليدة. احنا نريد انجازات حقيقية للصناعة للعامل للمواطن، يصير اختلاف حقيقي. يعني انا يوم شفت واحد شايل قطعة يقول ماكو وطن ماكو صناعة، فعلا احنا الصناعي يحس نفسه غريب، يطلع برا مقدرين ومحترم، وإذا به هنا يعتبر عاطل يستجدي اللقمة.
هذا ما ممكن. أنا البارحة شفت واحد صناعي صاحب معمل كبير به 50 ماكينة يشتغل خباز، كيف هذا لبلد صناعي عريق؟ صناعة صار لها أكثر من 150 سنة بالعراق، وإذا بالنتيجة نلقى العاطلين. الصناعة الزراعة هذه على أبسط مواطن، فكيف على أعلى قبة مجلس الوزراء يقرر بأشياء هزيلة تافهة؟ وأني أشكركم لأن ذكرتوا الناس هاي المحترمة اللي طالع الطالب بحقها، الطالب بحق حقيقي مشروع، هي ما طالعة تبطرا بس دفعها الوضع 13 سنة أو أكثر من 2003، 16 سنة هم بهذه الهزالة ولم يروا إنجازا وطنيا حقيقيا. الحقيقة اليوم التظاهرة الكل لاحظها بلدان العالم، نحن منذ 2004 تقريبا 2009-2011 نطلع بالتظاهرات، كنا ننصح الحكومة، الحكومة ما كانت، كانت في وادي والشعب في وادي، قلنا لهم يجي يوم النفط ينضب، ماذا تقولون للأجيال؟ النفط ولو احنا نفطنا عائم غير مهرب، النفط موجود دائما، لكنه 25 سنة 30 سنة ينتهي النفط، انتوا ليش ما تكسرون الحب او ما تبقى من الحب بأن تشجعوا الصناعة المحلية وبالذات القطاع الخاص؟ نحن لدينا 55 ألف معمل معطل بالكامل، هذا 55 ألف معمل لو عملت بطريقة صحيحة ستمتص هؤلاء الشباب اللي هم عبارة عن جيوش من العاطلين عن عمل. اليوم أنا أشوفهم يقول ما عندي عمل ويريدون الوظيفة، يعني يريد تعيين، التعيين لا يجوز اليوم لدينا. ليش؟ لأن إحنا عندنا بنادي باريس وقانون النقد الدولي يقول إحنا نعطيكم أموال نقرض العراق والعراق يعين به. لدينا تقريبا 4.5 مليون موظف، اللي يشتغلون بهم 1.5 مليون والباقيين بطالة مقنعة، لكن لو عملوا بما أردنا نحن بالمبادرة الصناعية وأشرنا إلى أصحاب القرار منذ 2003 ولحد الآن، بالذات السيد نور المالكي في 8 سنوات اللي قضاها ظل يعطينا وعود كاذبة بإطلاق المبادرة الصناعية. الولد قالوا المبادرة الصناعية شنو؟ تفعيل التعريفة الجمركية، حماية المنتج، إعطاء سلف ميسرة للمعامل حتى تقدر تشتغل، إجبار الوزارات على اقتناء حاجياتهم من هاي 55 ألف معمل. لكن للأسف قال الأمر الديواني 404 قبل الانتخابات السيد نور المالكي، لكن ما أن انتهت الانتخابات حتى توارى على الأنظار، تنصل أخذ أصواته ودار وجهه. اليوم احنا هنا واقفين ساحة التحرير نحاول بكل الوسائل ان نطبق المبادرة الصناعية، لان بلدان العالم المتطورة منها بالذات هي صعدت بصناعاتها والصناعة هي شريان الحياة. هذا الامر يجب ان ينفذ، هذا الامر لدينا به فكرة بعيدة، لانه هذا الشاب من يدخل بهذا المصنع يكون له كفالة اجتماعية حتى ندفع له اجوره في الضمان، وبالتالي حينما يبلغ السن القانونية سيصير عنده راتب اسوة بباقي اقرانه من اعواره. بالنسبة لدور تحت الصناعات العراقيين، احنا بالنسبة لدورنا لحد الشباب ومطالبتنا للحكومة بأن يدعمون الصناعة. بالنسبة احنا تحت الصناعات راضين رفض قاطع الحكومة اللي استلمت من 2003 ولحد الآن 2019، هاي حكومة دمرت الصناعة الوطنية، دمرت الصناعة القطاع الخاص والقطاع العام، لأن بلد كنا بلد صناعي. جت من 2003 وال 2019 نهاية الصناعة، ماكو كانت توعدنا راح نشغل المصانع، راح لو نشغل المصانع من 2003 لحد الآن كان ما طلعت هذول الشباب. 55 ألف معمل متوقف و 3000 معمل حكومي، 55 ألف معمل قطاع خاص، كل إذا تحسبها كل معمل بيه 20 عامل، هاي 20 عائلة قاعدة، جيوش من العاطل عن العمل، كلهم عندنا ناس أكفاء بالمعمل، ناس أصحاب خبرة قاعدين ليش؟ لأنهم دمروا الصناعة. نطالب بإسقاء، إحنا بالنسبة عندنا هالخيمة والمعتصمين وراح يصير عصيان مدني، ما نتحرك من هنا إذا ما تجي هاي الحكومة، هاي الحكومة دمرت الشعب العراقي.
بالنسبة لدورنا احنا المحامين بصراحة وجود الخيمة هنا دعم للمظاهرات والمظاهرات السلمية ونحث على المظاهرة السلمية بصراحة لمحاسبة الفاسدين ومحاسبة هاي الحكومة اللي بصراحة أذت الشعب من 2003 لحد هسه ما قدموا شيء للشعب، فساد في فساد. واحنا ظاهرنا عدة مظاهرات بصراحة وكانت مطالبنا أن يكون القضاء عادل ومحاسبة الفاسدين، الفاسدين اللي هم اللي سرقوا البلد، اللي صار وزير وسرق البلد وطلع خارج البلد بدون محاسبة. هذا احنا يجب نداعبي وعلى اخواننا المتظاهرين ان يوحدون كلمتهم في محاربة الفاسدين ومحاسبتهم. احنا نقابة المحامين هناك لجنة شكلت في سبيل هذه الدعاوي اللي اصاب واللي استشهد. هذا الشيء احنا حاضرين به ونحاسب كل من تعرض للمظاهرين وسوى اذى للمتظاهرين. دورنا كان توعية وارشاد، وايضا عندنا لجنة للدفاع عن حقوق المتظاهرين بالنسبة للجرحى والهاي، تقام لهم دعاوى مجانية رغم انه النقابة معتصمة ما تنفذ اي عمل حتى توقف عمل المحكمة ما عدا دعاوى المتظاهرين، اقامة الدعاوي ومراجعة دعاوى المصابين والجرحى والشهداء. إضافة لذلك قمنا دعاوي على الناس اللي تجاوزت على المتظاهرين بصفحات التواصل الاجتماعية وموجودة حاليا قيد الإنجاز، لأن تعرف دعوة لازم تعرف منو اللي نشر، وهذه عن طريق شركات الاتصالات. والله بالنسبة للمحامين أكيد المطلب القانوني، إحنا بمعترك هسه بمطلبين، أكو مطالب ثورية بعيدة عن القانون ما تقدر تمنع الناس تطلبها، بس بالنسبة للمطالب القانونية لازم تكون مطالب رصينة. يعني أولا إحنا نطلب استقالة الحكومة وتعليق الدستور وانتخاب انتداب، خلينا نقول مو انتخاب، الانتخابات يجي مرحلة ثانية، مجموعة تدير الدولة كفترة مؤقتة، تدير أعمال الدولة لفترة مؤقتة، وبعدها تصير انتخابات، تنظم انتخابات تشريعية أممية بشراف الأمم المتحدة حتى احنا نوصل لنتيجة تخدم الشعب وتخدم المجتمع. سؤالك عن مجلس القضاء الأعلى، طبعا مجلس القضاء الأعلى إلى موقف ثبته ونشرناه احنا بوسائل التواصل الاجتماعي انه وجه القضاة يعاونون المحامين بأضرابهم. يعني تعرف اكو محاكم والمحاكم ما بيها أضراب والمفروض تعمل تمارس عملها، فالمحامي تعرض لضغوط من قبل المشتكي يقول لك أنا أريد حق ويسبب لنا مشاكل، يعني دعوة أنا ما أخذها يعني متقاضي عليها أتعاب، إذا ما كملت عمل بيها من حقه يسترجع الأتعاب ويقيم علي دعوة إذا ما القضاء تعاون وياي. فوجه رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتعاون بكتاب رسمي مع المحامين في سبيل إنجاح الإضراب للمحامين. دور المحامين إن شاء الله في خدمة الشعب، وتقام دعاوي مجانية على الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين، حقوقهم، يأمنون مستقبلهم، وهاي المطالب يعني عامة في الشعب. نحن كمحامو العراق ونقابة المحامين منذ بدء التظاهرات متواجدين هنا بين المتظاهرين، ودورنا هو الدفاع عن المتظاهرين، وشكلت نقابة المحامين العراقيين فرق دفاعية للمتظاهرين العراقيين، واعتصمت النقابة حول التظاهرات والذي وما تعرض له المتظاهرون من عنف وقتل وإصابات، فاعتصمت النقابة. لم يكن هناك ضغوط على المحامي، المحامي يمارس دوره كمحامي بالدفاع عن المتظاهرين، والقضاء العراقي إن شاء الله ينصف المتظاهرين والمواطنين اللي تضرروا من هذه الأحداث الأخيرة. Two.
احنا هنا نقابه الخريجين الطب البيطري نساند اخواننا المتظاهرين، بقيه ندعم النقابات الاخرى. دورنا يعني هنا مثل ما تعرف الحالات الخفيفه واللي نقدر عليه ايضا من حالات خطره من المختنقين المظاهرين يعني اللي يتصابون، نقدم ادويه وعلاجات واشياء بسيطه باللي نقدر عليها ان شاء الله، وندعمهم باللي نقدر عليه. حاليا هنا يعني اكثر شيء يعني اللي حروق، اكثر شيء اغلبها حروق، الاختناق هاي شيء اكيد منتهين منه، ومفاصل ما مفاصل يعني هنا، ومال اكل واستبراد، وهاي يعني الام معده ما معده، وهاي الامور والله خطيه. يعني لحد هسه تقريبا يا اكثر من 10 اشخاص يجون شنو تحتاجون شنو تحتاجون، فنسال نقول لهم شنو يجيبوننا يعني. نقابة الأكاديميين العراقيين هي نقابة حديثة تشكلت عام 2017 من قبل البرلمان بقرار برلماني رقم 61. النقابة وجودها الآن عندما رأت الشارع العراقي الشعب العراقي ذهب باتجاه يطالب بالتغيير، بالتأكيد بما أنه إحنا نخب أكاديمية إحنا ما ممكن، ونمثل أيضا نقابة مهنية موجودة داخل هذه التظاهرة، داخل هذه حالة التغيير. إذن لازم يكون لهذه النقابة دور تدعم الأساتذة المتواجدين داخل الساحة وتتخذ مواقف، لأنها هي جزء من الشارع العراقي. ما ممكن نقابة الأكاديميين العراقيين هي تكون بعيدة عن الشارع. بنفس الوقت أن المتظاهرين الموجودين بالساحة هم قدراتهم محدودة، ومعظمهم من طلبة الجامعات، يعني هم من طلبة الشريحة اللي موجودة في نقابة الأكاديميين العراقيين، وهؤلاء يحتاجون من يقود عملهم، من ينظم عملهم، من يمشيهم بالمسار الصحيح اللي هو ما يطلع خارج الأطر الدستورية. الحالة اللي موجودة داخل الساحة نلاحظ انه الجماهير او الشارع العراقي دا يذهب باتجاه التغيير، ولذلك نقابة الأكاديمية العراقيين اصدرت مجموعة من البيانات، وبامكانكم مراجعة النقابة واخذها. هذه النقابة طالبت بالتغيير، باستقالة الوزارة، بتغيير العمل السياسي اللي موجود بالعراق. بداية تواجدنا هو عبارة عن اعتصام حتى لا نخذل طلبتنا، لأن كل الطلبة ينظرون لنا على أننا دعاة للحق ودعاة للحرية ودعاة للعدالة. اليوم تواجدنا هنا لأجل تحقيق هذه العدالة. أنا شخصيا وباسم نقابة الأكاديميين أقدم دعوة عامة إلى جميع الأساتذة الجامعيين، وأقول لهم حان دورهم ليقومون بأداء الرسالة الحقيقية. الرسالة هي محاربة الفساد والقضاء على الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية. اليوم هو يومنا، اليوم هو يومنا، وعلى جميع الأساتذة الجامعيين التواجد والحضور في هذا المكان. حقيقة أنا أحيي بدور المرأة العراقية وأشيد بها، وأرجو وأتمنى أن تكون هناك نساء عراقيات في هذه الخيمة للاعتصام معنا اليوم، وحتى يتحقق نصرنا الأخير في تحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع العراقي. نداء 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 إلى جميع الأساتذة العراقيين الشرفاء، عليكم اليوم أن تؤدوا الرسالة وتؤدوا الأمانة، واقضوا على الفساد بكلمتكم، وهي رسالتنا الحقيقية هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقابة الأكاديميين إحدى منظمات المجتمع المدني، قرت في قانون 61 في مجلس النواب، وهي من المنظمات الداعمة إلى الكادر التدريسي، وإحنا بدورنا اليوم نلبي داعمين لهذه المظاهرات العفوية للمطالبة بحق المتظاهرين العزل اللي طالبون بأبسط حقوقهم، وهي حقوق يعني مطلوبة في كل بلدان العالم. هذه الشريحة من الشباب اللي تحس مغبونة في هذا البلد، تحتاج إلى الرعاية، إلى الاهتمام، إلى يعني إلى توفير أبسط حقوق المواطن في أي بلد. إحنا كنقابة أكاديميين
ندعم هذه المتظاهرات ونطالب بتحقيق يعني طلبات هذه المتظاهرين بابسط حقوقهم. هم ما مطالبين في شيء كبير، مطالبون بالعيش في حياة كريمة في بلد أسوة في باقي دول العالم. دورنا جايين في خدمة المظاهرين، هاي شوف هاي المظاهرين احنا بخدمتهم، هاي الحلاقين جايين بخدمة المظاهرين، وهاي المظاهرات سلمية ما طالعة، نريد حقوقها، العالم تريد حقوقها، صار لنا 15 سنة كش ما مفتهمين، أحزاب تتحكم بينا، كش ما هاي شوفها على الطلبة الطالة، هاي شوفها كلها شباب وطالعين سلمية. والله العظيم جاي نحلقهم، شوف هاي اخوتي، شوفوا هاي اخوتي كل هالحلاقين، عايفين محلاتهم، عايفين بيوتهم، كلنا جايين في خدمة المظاهر، احنا بخدمتكم، خدمة المظاهرين هاي من الصبح لليل. نقابة الحلاقين والمزينين، الاتحاد العام نقابات العمال، أتينا من أجل المظاهرين، من أجل صوتنا، من تغيير، نحب نغير احنا ويا الشعب يعني، مع الشعب. وجاي نحلق، صارنا خامس يوم هنا نحلق بالمظاهرين مجانا.